قتل 41 عسكريا على الأقل، الاثنين في تفجيرين ضد الجيش اليمني في مدينة عدن تبناهما تنظيم الدولة الإسلامية في استهداف جديد من الجهاديين لقوات الأمن والعناصر التي تحاول تجنيدها. ووقع التفجيران في حي خور مكسر وسط عدن التي أعلنها الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي عاصمة مؤقتة بعد سقوط صنعاء بيد المتمردين في أيلول سبتمبر 2014. سيارة هنا نحن جالسين وقع واحد كده لابس حزام فكر نفسه نحن أمين جالسين. وهي المرة الثانية خلال 10 أيام التي يستهدف فيها التنظيم قوات الأمن والمجندين الذين تحاول حكومة هادي المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية استقطابهم لتعزيز موقعها في مواجهة الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح، وأيضا في مواجهة النفوذ المتزايد للجماعات الجهادية خصوصا جنوبا.